مرحبا، صباح الخير، يعطيكم العافية وسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي عن موضوع يمكن مضحك كثير، اسمه International Ice Cream Breakfast Day. Yes, Ice Cream Breakfast Day، يعني الناس بتفطر آيس كريم. قصة غريبة هيك بدأت في نيويورك من واحدة كان عندهم ثلج كتير في هذاك السنة، اسمها فلورنس، في الستينات، يعني ما حد عارف التاريخ بالضبط، ولكن كتير دول وبدأت تطعم أولادها كل سنة 1 فبراير آيس كريم على البريكفاست. شو أحلى من الآيس كريم على البريكفاست؟ طبعا بهذا اليوم الناس بتشارك هذا الموضوع في كتير دول من العالم، منها كندا، وزي ما انتم شايفين وراي في شغلة اسمها ذا ميري ديري، هدول عندهم آيس كريم زاكي. اليوم جينا نسوي عندهم بريكفاست، بس شايفين الدور قديش كبير، والشغلة الحلوة انه بتقدر تيجي بالبجامة، اذا جيت بالبجامة تبعتك بعطوك سبيشلز. طبعا يعني مين يعني هيك برجع الواحد طفل بفطر آيس كريم يعني على وافل أو على شغلة زي هيك، بس يعني مش هنقدر ندخل لأنه أصلا جوا ناس كتير والتصوير أعتقد رح يكون صعب. حعطيكم هيك لمحة سريعة. طبعا ما دامنا عم نحكي عن الايس كريم بدي احكي لكم شويه شغلات هيك غريبه عن الايس كريم. الوافل هذا اللي بنحط فيه الايس كريم اكتشفوه بالصدفه وليس كانوا حابين يسووه للايس كريم. في ايس كريم فروت في هاواي اسمه ايس كريم فروت، موجود في هاواي والناس كتير بتحب توكله غاد. بيحكوا انه بدك حوالي 50 لحسة لسان عشان تخلص الطابة اللي موجودة على الايس كريم. الشباب قاعدين بجمعوا. بدك 11 لتر من الحليب عشان تسوي جالون من الايس كريم اللي هو 3.7 لتر. 11 لتر عشان هيك بيكون كتير كريمي الحليب. أطول آيس كريم كانت في النرويج في 2015، حوالي 11 متر طول الطابات أو ارتفاع الطابات. according to NASA، زي ما بيحكوا ناسا، إنه أكثر الشغلات اللي بيشتهوها رواد الفضاء في الفضاء اللي هي الآيس كريم، البيتزا والكولا والصودا والشغلات هاي. الشوكولات آيس كريم اللي هي أقل شهرة من الفانيلا آيس كريم اكتشفوها كتير قبل الفانيلا آيس كريم. الآيس كريم هيدك أو بسموها برين فريز، هاي سببها إنه البرد هذا بيعمل تأثير على النيرف اللي موجودة في الأعلى سقف الحلق، وبيبعت رسالة لسقف الحلق وللبرين وبقول له انه في برد كتير ودرجة الحرارة بتنزل كتير، فهذا اللي بعطيك هذا الفيلينج. في بقول لك ايس كريم بانيوجوال فليفر، طعم غريب، منها الافوكادو، الجارليك، الهالابينو والبامكن. ما عمري دقت هالابينو، دقت البامكن بس جارليك اللي هو التوم، اشي غريب. بقول لك في الولايات او اليونايتد كينغدم الشخص الواحد بيستخدم حوالي 7 لتر ايس كريم بالسنه، وفنلند اللي هي ابرد بيستخدم 14 لتر من الايس كريم. معلومات هيك حبيت اجمع لكم اياها. وهابي انترناشونال ايس كريم بريكفاست داي. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.